فريدة، أنا بعد ما قابلتك على المارين وشفتك في الحالة اللي انت فيها بقيت عامل زي التايه. أنا كمان اتغدر بيا زي ما اتغدر بيكي بالظبط. أنا كنت شغال مع منير الصياد في المنتجع تحت عينيه. براقب الحمولات اللي جاية واللي طالعة، ولما لقاني هتجوزك وهدور المارين لحسابي استنالي أول عملية وبلغ عني وخد كل الفلوس. وعشان الغدر ده أنا كنت ناوي أخد طاري منه. لغاية أول ما شفتك وأنت في الحالة دي المعادلة بالنسبة لي اتغيرت، وتمنيت أردلك حقك، حقك من اللي وجعك وخلاكي خلاكي في الحالة دي. بس شكلي كده ملحقتش أوصل للمشوار لآخره. فريدة، لو وصلك الفيديو ده يبقى الأكاونت بتاعي اتقفل، ومعنى كده إن أنا مت. مش طالب مني غير حاجة واحدة بس، إن أنتي تسامحيني. بجد؟ طب الحمد لله إن هي سمعت كلامكم. ما هما لسه بيسحبوا الأجهزة. أنت عارف بقى الغريبة جدا إن الشركة المصنعة للأب بتقول إن مفيش مشكلة عشان خاطر يخلوا مسؤوليتهم. أكيد هيقولوا كده، يعني بيقول لك استخدام كتير. المشكلة إنك تدي لحد الكنترول إنه يتحكم في حياته حتى ولو في خياله، هيخليه يكره الواقع اللي هو عايش فيه. دول بيبيعوا الوهم للناس. عرفتي بقى أنا كنت ببعد على طول ليه؟ على فكرة مش كل التكنولوجيا وحشة. في حاجات حوالينا كتير قوي بنستخدمها بنستفاد منها بسبب التكنولوجيا. بس يعني مش نعيش حياتنا كلها جواها. أنتِ وحشتيني. أهو يعني دلوقتي بقت التكنولوجيا وحشة. كان نفسي قوي تكون قدامي وأنت بتقولي وحشتيني. أكيد يعني كنت هتلجم ومشنطقة يعني. سيدي خلاص كلها كام يوم وتيجي تقولها لي لايف. ما ده لو أنتِ متأكدة بقى إن أنا هتقبل. لو ما اتقبلتش في الشركة دي. في بدل الشركة 100 شركة. بس أهم حاجة تبقى هنا جنبي.